اليوم جاي لكم طال عمرك بقصة عشق، بس عشق من نوع ثاني، عشق ما له شكل، عشق نهايته موت. هم بيقولون العشق فيه جنون، لا هذا موت ما فيه جنون. هذه قصة طلفاح اللي هو محمد الأسعدي وجحادة. محمد الأسعدي من العراق، من ربعنا وإخواننا أهل العراق، وجاء عند الفريق محمد بن حمدان. هو ورع، جاء هو ورع صغير ما ظهر وجهه، حتى ما ظهر في وجهه الشعرة، توه ولد. وضم معه عند البن، واليا والله عنده اللي على المقهور اسمه محمد، وعنده سواق الوايت اسمه محمد، وعنده واحد ثاني اسمه محمد. قال ولد انت اسمك طلفاح؟ قال ابد، استسميت خلاص يا عم. واصبح ما يناديها الا طلفاح طلفاح، وراح عندنا طلفاح. مرت السنين وهو عند محمد، شرى ابو فارس هاك الحين، ابو فارس طبعا هو الفريق محمد، شرى ابل بن ثاني بما فيها جحاده اللي خذت الاول في اول مهرجان او اول مزاين في المملكه عام 1415 في شهر 11 اللي قامها الامير السلطان بن محمد الله يطول عمره ويلبسه ثوب العافيه. شرى ابل بن ثاني وادخل جحاده واحد من فرديات البل المهرجان وخذت الاول. كانت اجمل مجهم بين 633 ناقه. شرها الامير سلطان بن محمد هاك الحين وقلطها على الامير سلطان بن عبد العزيز، وكانت بنتها معها، بنتها بكر هاك الايام، بنتها بكر. واضربها ولد وطبان وجابت جحاده الثالثه اللي هي صارت القصه بين طلفاح وبينها. طلفاح ابد صارت هي سلوته وهي وقته وهي محبته من البل هذه كل ابوها، وهي راكبه ركوب حب يعني ما يتصورها العقل. من وهي حواره لين انا الحجزها فاطر فاطر، والله اللحيها على غزال اشداد اللي راكب وهوبل، اللحيها على غزال اشداد. وعندي مقطع فيديو ان شاء الله اني بزودكم به وانا مصوره، وهو يهوبل وهي لحيها على غزال اشداد راكبه ركوب. هاك السنة عام 32 أو 33، حنا كلنا نسمع أن البل محبتها لأهلها وعشقها لأهلها أنها طال عمرك تعرف أو بينهم رابط يعني ما يعلم به إلا الله، يعني رابط غريب يعني تحس فيه إذا مرض، تحس فيه إذا راح، تحس فيه من غير شر إذا مات. لكن يمكن نرويها بس العقل الباطن ما يصدق، إلا أنك عاد تشوف شوف عين. عام 32 أو 33 وحنا عند أبو فارس في المزرعة في جارية، كانوا بيروحون مذكور لهم بعير في وادي العجمان وبيروح يشوفه اللي صلوا الصبح، يقول بيسرحون يمه. وفيه مجموعة اللي هو ذاكره بن حبيب مساعد بن حبيب المرزوقي، وفيه بيان بن صنهات الشيباني، وفيه مجموعة ثانيين. الوكاد يوم صلينا الصبح وافطرنا، ولي والله البل حاضبة على المخيم، ساكتة على المخيم كذا، المخيم خابرين يجي عليه سي عشان الحلال ما يجي السيارات، ولا لي والله انها ساكتة علينا كذي. احنا والله ما برقنا يعني انا وبعض العيال ما برقنا في الشيء ذا، الا ابو فارس وبيان كانهم وخصوا فيها يعني في الشيء ذا. افطروا وشرحوا محمد وبيان ومساعد بن حبيب وهادي بن مرزوق القرفي، وكان ماني اموهم علي بن بطحان بن عضيب. بقيت انا وبندر الرمالي وهايسر الرمالي وفيحان اسمي المحل. ابو فارس قال للعيال اللي موجودين، قال بتشروا غدا انا، احنا بنروح ونجي، بنجي بدري. حين ظهروا طال عمرك وهي تنطحهم، وهي تعترضهم جحاده، وهي تعترضهم. قال بي يعني ابو فارس ما ودك نخاير عم راح اليوم؟ قالوا شو عشانه؟ قال جحاده. قال الا بنتكل على الله وبنسرح. بيان قالوا تعرضها لنا وتخطم علينا في شيء بيصير شيء. قالوا بيصير لنا شيء. تلموا ترهم يوم ظهروا من المزرعه، صك ابو بكر باب المزرعه يا اخوي، وهي تاطنب كذيه وتخايلهم وهي تخلج وهي تنصفق لامهاتها. والبل تهج. ما
احنا ما نبي نمشي هذا كله، هجة هلبل، احنا نبي التصفيره بنرقد. روحوا من عندنا. على الضحى الشبير عقب قمنا، ولي والله هلبل زيد قادت، ولا ما عندنا الا بعض العيال اللي موجودين. تقهوينا واخذنا شوي على قبل واحده لابو فارس يقول سلام. لي وجهه تقول عنده علم في شيء. قعدت يمه قلت عساكم اخذتوا القعود اللي رحت تشوفونه. سكت. والله نحسب انه ما سامعني. قلت القعود اللي شرحتوا له عساه جاز لكم. قال تلفاح يطلبك الحل. لي والله انا اللي كني ما سمعت شيء. يعني انصدمت شوي. قلت شم؟ قال تلفاح يطلبك الحل. اليوم معتمر محرم ويبى يعتمر تمتع، الوقفة بكرة، احنا اليوم الجمعة والوقفة بكرة السبت. يبى يعتمر وبيظهر. يقول حين اقبل بس على التوسعة كذا ويطق هاك الموتر طقة خفيفة، لكن يوم يعني بحرامه وتوفى. اليوم طرت لنا جحاد هاليوم. جحاد هالناقة اللي بينه وبينها شيء ما يعلمها الا الله. والله تأثرنا شوي. الله يغفر له. اليوم الاول اليوم الجمعة يوم السبت اصبحنا اللي هو الوقفة الاحد. الاثنين كانوا يسوون اوراق هناك. يوم الثلوث يوم صلينا الفجر يوم الثلوث وقعد يورد اخذنا شويه. لا والله يدق عليه فايز ابن ضيدان العقيلي المطيري. ابو فارس قال سم؟ قال ترى انا خلصنا اوراق طلفاح وصلينا عليه ودفناه. هي اخلجت. احنا يوم نصلي لا والله يوم اخلجت. اخلجت جحادها اخلاج اخلاج الناقه اللي ماخوذ ولدها. اليوم الثلوث لا درينا من بعد الخلاج وش يعني شيء غريب. وش الرابط اللي بين هالمخلوق وهالبشر هذا؟ أخرجت اليوم الأول الثلوث، اليوم الثاني الربوع، اليوم الثالث الخميس وهي تخلج. يوم جاء يوم الجمعة لطاهر جاي قال لأبو بكر يعلم حد العيال يسحبون جحادة ماتت فمراح. هذا يعني من اللي انا عاصرتها ومن وعايشتها. تمثل ابو فارس ببيوت يقول دورات الايام غداره ومن ظن فيها خلف الظنه لها على اللي غفل غاره تبكيه لو اضحكت سنه اللي حضر هلت عباره يجعل طلفاح للجنه. الله الله سلامتكم.